ايه ده؟ انت مين؟ وظهرت كده ازاي؟ يا حب قبل ما تنادي الحرس اسمعني، ولو كلامي ما كانش مقنع انا اللي هسلم نفسي للحراس. قبل ما نسمع قول لنا انت مين. انا اسمي يحيى، وجودي هنا شيء غريب. انا نفسي فضلت مش مصدق لحد لما لقيت نفسي جوه حكايات بعيشها وبتأثر بيها، ولما بغيب عنها بحس بحزن. تقصد ايه بالحكايات؟ مغامرات يا سيدي الملك. انا من زمن ابعد من زمنكم، مش بسنه ولا اتنين، دول الاف السنين. ايه الكلام ده؟ انت بتسخر مننا؟ من فضلك يا سيدي لو امرت نسيبه يكمل ونسمع. وهو اللي حكم على نفسه، لو فشل في اقناعنا هيسلم نفسه للحرس.